أهلا وسهلا بكم في قناة A&Y Toys. اشتركوا في القناة وتابعونا على الفيسبوك والإنستغرام. شكرا يا أصدقاء لعودتكم للإطمئنان علي، ولكن قبل أن أخبركم كيف هو حالي مع زوجة أبي الجديدة، أريد أن أخبركم عن قناة A&Y Games الجديدة. إذا كنتم تحبون ألعاب الفيديو جيمز، فإن قناة A&Y Games تكون مخصصة للعب الفيديو جيمز. للاشتراك في هذه القناة، اذهبوا إلى أي فيديو من فيديوهات A&Y Toys واضغطوا عليه، ثم قوموا بفتح صندوق الوصف وسوف تجدون رابط الاشتراك في القناة. اضغطوا على الرابط وسوف يأخذكم إلى قناة A&Y Games. ها هي القناة وها هي الفيديوهات، هذا هو شعار القناة. ويمكنكم أيضا أن تذهبوا للقناة بطريقة أخرى، اذهبوا إلى صفحة قناة A&Y Toys ثم انزلوا إلى الأسفل، ثم سوف تجدون قائمة مكتوب عليها A&Y Games. يمكنكم اختيار أي فيديو تريدونه ومشاهدته. أتمنى أن تعجبكم القناة الجديدة. والآن سوف أخبركم يا أصدقاء كيف هي حياتي مع زوجة أبي الجديدة. إنها ليست طيبة وليست شريرة، إن الموضوع معقد أكثر من هذا بكثير. على عكس أمي، فإن زوجة أبي الجديدة تحب الطبخ كثيرا وتحب التنظيف، إنها دائما توجد في المطبخ لتطبخ وتنظف. أوه، لقد انتهيت من الطبخة، تبدو شهية جدا، لقد طبخت اليوم مسقعة البتنجان. واو، ما هذه الرائحة الشهية، إنني جائع جدا. أوه، أنا سعيدة أنها أعجبتك، هيا اذهب ونادي ديفا لكي تتناول الطعام معنا. حسناً، سوف أذهب وأناديها الآن. يا ديفا، يا ديفا، تعالي، الطعام جاهز، تعالي لتتناولي الطعام. نعم يا أبي، ها أنا قد أتيت، ماذا تريد مني؟ لقد أعدت زوجتي المسقعة، إنها مسقعة الباذنجان الشهية، هيا لتذهبي وتتناوليها معنا. ماذا؟ باذنجان؟ ولكنني يا أبي لا أحب الباذنجان ولا أستطيع أن أتناوله أبداً. ما هذا الكلام يا ديفا؟ كوني فتاة طيبة، لا يجوز أن تقولي لا أحب الباذنجان ولا أحب هذا النوع من الطعام، لقد تعبت زوجتي كثيرا وهي تطبخ، هيا كوني فتاة طيبة واذهبي وتناولي الطعام ولا تتفلسفي. لست أتفلسف يا أبي، ولكنني لا أحبه، ماذا أفعل؟ لا أحبه. انتهى النقاش في هذا الموضوع، لا أريد المزيد من الكلام، أراك في المطبخ. أوه، كيف أكل الباذنجان؟ كيف كيف كيف؟ أوه، سوف أذهب إلى المطبخ وأمضي لله. عزيزتي يا ديفا، أحضري لي طبقك، سوف أضع لك أكبر باذنجانة، سوف أتوصى بك. شكرا لك يا زوجة أبي، ولكن فعلا لا داعي لأن تضعي لي أكبر باذنجانة، أنا أفضل الصغيرة. يا ديفا، قولي لها شكرا وتناولي طعامك، لا تختاري شيء محدد. حاضر يا أبي، كما تريد. تفضلي يا عزيزتي، ها هي أكبر باذنجانة، وهذه لك يا حبيبتي. يامي، شكرا يا أمي، إن الباذنجان لذيذ جدا. وأنت يا حبيبتي، هل أعجبك؟ هل تريدين المزيد؟ نعم شكرا لك، إنه لذيذ ولكنني لا أريد المزيد، لا أريد المزيد أبدا، شكرا. هل يمكنني الذهاب للحمام؟ نعم يا عزيزتي بالطبع، اذهبي. أنا لا أحب الباذنجان، معدتي لا تتحمله، لماذا يا أبي تجبرني على أكله؟ لماذا؟ لماذا لم تقل لها أنني لا أحبه بكل بساطة؟ لماذا يجب أن تكون الحياة صعبة؟ سأحاول أن أنسى موضوع الباذنجان وألعب بلعبتي الجديدة التي حصلت عليها في عيد ميلادي. هيا يا ريمبو داش، أريد أن أمشط لك شعرك الجميل، إن هذه لعبتي الجديدة، إنها من ماي ليتل بوني، إنها لعبتي المفضلة. واو، كم هذه اللعبة جميلة، هل يمكنني أن أمشط شعرها وألعب بها؟ نعم، ولكنني أنا أريد أن ألعب بها الآن، عندما أنتهي سوف أعطيك. كلا كلا، أريد الآن، أريد أن ألعب بها الآن. أعطيني أعطيني، أعطيني أعطيني اللعبة، سأعيدها لك بسرعة، أعطيني. ما هذا الصراخ يا فتيات؟ لماذا تصرخن؟ إنها يا أبي تريد أن تأخذ مني لعبتي التي اشتريتها لي في عيد ميلادي، ولا تريد أن تعطيني إياها. ما هذا يا ديفا؟ لماذا تفتعلين المشاكل؟ ماذا قلت لك عن مشاركة ألعابك؟ شاركي اللعبة معها، هذا ليس موضوع لتتشاجري عليه، كوني فتاة طيبة. حاضر يا أبي، حاضر حاضر. شكرا لك يا عمو، إنك طيب جدا، أنا أحبك.
لا بأس يا عزيزتي، لقد وعدت أمك أن أهتم بك وأجعلك سعيدة دائما. إنها جميلة جدا هذه اللعبة، أنا مستمتعة وسعيدة. هذا جيد أنك سعيدة، سوف أذهب أنا. حتى لعبتي، لم أعد أستطيع اللعب بألعابي لوحدي. أنا حزينة جدا، أبي لم يعد يحبني، إنه لا يريدني، ولكنني أريد الذهاب إلى أمي. لدي فكرة، سأخذ هاتفه وأتصل بأمي وأخبرها أنني أريد الذهاب إليها. أوه يا إلهي، يجب أن أتحرك بهدوء كي لا يستيقظ أبي أو زوجته. سأخذ الهاتف من جنبه بهدوء شديد. ها هو الهاتف، سأخذه بسرعة وأخبئه. أوه أخيرا قد حصلت عليه، سوف أتصل الآن بأمي. ألو ماما، كيف حالك؟ أريد أن أخبرك موضوع مهم، إنني أريد أن أغادر، لا أريد أن أبقى مع أبي في المنزل، أريد أن آتي إليك. ما هذا الكلام يا حبيبتي؟ لماذا تقولين هكذا؟ إنك تعرفين أنني مسافرة الآن في جولة فنية ولا أستطيع أن أخذك معي، ثم كيف تأخذين هاتف والدك بدون استئذان؟ ولماذا أنت إلى الآن مستيقظة؟ هيا اذهبي ونامي، عندك غدا مدرسة وسوف آتيك بأقرب وقت. يا إلهي، حتى أمي لا تريدني، لا أحد يريدني. حتى الاختباء تحت السرير لم يعد بإمكاني أن أختبئ تحت السرير، سوف أذهب إلى الحمام. لا أحد يحبني، لا أمي ولا أبي يحبونني. يا ديفا، يا ديفا استيقظي، وقت المدرسة. يا إلهي، لقد نمت طوال الليل بالحمام، أنا متعبة ورأسي يؤلمني، لا أريد الذهاب للمدرسة. هيا بسرعة يا ديفا، لا أريدك أن تتأخري. أبي أرجوك، هل يمكنني البقاء في المنزل؟ أنا متعبة، رأسي يؤلمني. كلا، لا يمكنك البقاء، كوني فتاة جيدة، هيا اذهبي للمدرسة، المدرسة مهمة. ولكن يا أبي أنا متعبة جدا، أرجوك. كفاك دلعا، هيا سأنتظرك في الأسفل. يا إلهي، لا أريد الذهاب للمدرسة، لا أريد لا أريد لا أريد. يا ديفا استيقظي، لماذا أنت نائمة في الفصل؟ قد استيقظت، أنا نعسانة جدا، لم أنم طوال الليل، لقد بقيت أبكي في الحمام طوال الليل. ولكن لماذا ظللت تبكي يا ديفا؟ ما هذا هناك؟ لماذا أنت حزينة؟ أبي يهتم فقط بزوجته الجديدة وابنتها، ولا يهتم بي، وأمي أيضا، إنها مشغولة دائما وليس لها وقت لدي، لا أحد يحبني يا سارة، لذلك أنا حزينة وأبكي دائما. يا إلهي، لقد حان وقت الدرس، سوف نتكلم في الفصحى. مرحبا يا بنات، كيف حالكم؟ كيف أصبحتم اليوم؟ نحن بخير، شكرا لك. هيا يا فتيات، أخرجوا دفاتر الواجب، أريد أن أرى واجبكم. ها هو الواجب يا معلمتي. أحسنتي. ها هو واجبي. أحسنتي يا سارة. يا ديفا، أين واجبك؟ لماذا لم تحلي الواجب؟ هذا غريب، أنت فتاة مجتهدة وجيدة، لماذا لم تحضري واجبك اليوم؟ أنا لا أريد أن أكون فتاة مجتهدة وجيدة، ليس بعد اليوم، لا أريد. ما هذا الكلام يا ديفا؟ لماذا تتكلمين بهذه الطريقة؟ هذه هي طريقتي الجديدة في الكلام، لن أحل الواجب ولن أسمع الكلام. يا إلهي، ما بالها الديفا، لماذا تصرخ هكذا؟ أنتم لا تفهمونني، سوف أغني لكم أغنية لعلكم تفهمونني. خلاص خلاص خلاص، ما بدي أكون بنت شطرة روحوا من هون. خلاص ما بدي أكون بنت منيحة، زهقت الكون. خلاص مش هسمع كلام ولا هعمل واجب كمان. خلاص ما بدي اهتمام ولا حب ولا أي إحسان. انتو بكيتوني، انتو زعلتوني، انتو لحالي سبتوني، انتو ما بتحبوني. خلاص ما بدي أسمع كلامك، خلاص ما بدي أنا اهتمامك، خلاص ما بدي حياة مريحة، خلاص ما بدي لعب وتسريحة. سيبوني بحالي، هعود لحالي،
سيبوني بحالي، أنا هعيش لحالي، خلاص ما بدي أي حب واهتمام، خلاص ما بدي، أنا فقدت الأحلام، خلاص 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 خلص الكلام. ما هذا يا فتى؟ هل فقدتي عقلك؟ من سمح لك بغناء هذه الأغنية القبيحة بالفصل؟ سوف أستدعي ولي أمرك، أنت معاقبة وسوف تفصلين من المدرسة. معلمتي أرجوك أعطي ديفا فرصة، إنها تواجه مشاكل أسرية كثيرة، إنها حزينة جدا. حسنا يا سارة لا تقلقي، عندما أستدعي ولي أمرها سوف أتحدث معه بهذا الموضوع. شكرا لك يا معلمتي، شكرا، أرجوك لا تغسليها. إن ابنتك ديفا قامت بالتسبب بمشكلة كبيرة في الفصل، إنها لم تحل الواجب وأصبحت تغني أغاني غريبة وقامت برمي الكرسي أيضا على الأرض، إنها فتاة مجتهدة جدا، أنا مستغربة جدا من تصرفها. لقد سمعت أن هناك مشاكل أسرية في المنزل، هل هناك شيء تغير عليها مؤخرا؟ نعم، لقد تزوجت من زوجة جديدة وانفصلنا أنا وأمها، وأعتقد أنني لم أعد أهتم بابنتي كثيرا، فلقد انشغلت بالزوجة الجديدة ونسيت أن ابنتي تحتاج إلي. هذه تغيرات كثيرة لتتحملها فتاة صغيرة في عمر الديفا، أرجوك اهتم بابنتك لأنني لا أريد أن أفصلها، سأعطيها فرصة هذه المرة. شكرا لك، أعدك أنها ستحسن التصرف وأن الوضع سوف يتحسن. يبدو أنه قد عاد من المدرسة، يا ترى لماذا أرادوه؟ لماذا اتصلوا بك المدرسة؟ أخبرني، هل الديفا بخير؟ يبدو أنني أسأت معاملة الديفا، لقد أجبرتها على أن تتناول الطعام الذي لا تحبه، وأيضا لم أراعي مشاعرها وأن هذه فترة جديدة عليها، إنها تسيء التصرف في المدرسة وهي حزينة جدا. مسكينة الديفا، يجب أن نهتم بها، يجب أن نعد لها الأشياء التي تحبها، يجب أن نهتم بها قبل أن يتفاقم الوضع. أشعر أنني أب سيء ولم أهتم بابنتي. كان من المفروض أن تخبرني أنها لا تحب الباذنجان، لقد وضعت لها أكبر قطعة باذنجان، إنها مسكينة جدا. وأنا أيضا لم أراعي مشاعرها وقمت بأخذ ألعابها منها، يجب أن نعوضها، أريد أن أشتري لها الألعاب، إنها تحب ماي ليتل بوني. هذه فكرة جيدة، شكرا لك يا عزيزتي، شكرا لكم لأنكم سوف تهتمون بالديفا معي. سوف نهتم بها لأننا نحبها كثيرا. لقد جاءت الديفا من المدرسة. مرحبا، لقد عدت. يا ديفا تعالي، أريد أن أتحدث معك. أنا آسفة يا أبي، لم أكن أقصد أن أفعل هذه المشكلة في المدرسة، ولكنني غضبت كثيرا. أنا آسف يا عزيزتي لأنني لم أهتم بك وركزت كل اهتمامي على زوجتي وابنتها، أعدك أن أهتم بك وأكون هناك فقرة مخصصة لنا لوحدنا. وأنا أعدك أن أعد لك الطعام الذي تحبينه يا عزيزتي. أنا أحبك كثيرا يا ديفا، لذلك أحضرت لك هدية. تفضلي، ألعاب ماي ليتل بوني، إنها لك، لقد اشتريتها من مصروفي لكي نلعب معا وتفرحي. شكرا جزيلا لك، كم أنت لطيفة، لم أتوقع أنكم تحبونني هكذا. نحن نحبك كلنا، وأيضا أمك لقد أرسلت هذه الرسالة الصوتية على الهاتف لتسمعي. عزيزتي يا ديفا، سأتي الأسبوع المقبل وسوف أخذك معي إلى مهرجان فني جديد، سوف نستمتع كثيرا. واو، أمي سوف تأخذني إلى حفلة غنائية تضيف رائع. وهكذا يا أصدقاء تحسنت حياتي أخيرا. إذا أعجبكم الفيديو اشتركوا في قناة A&Y Toys لمشاهدة المزيد من الألعاب، ولا تنسوا أن تذهبوا إلى قناة A&Y Games، هناك يوجد تعليقات ويوجد فيديوهات الفيديو جيمز، أخبرونا رأيكم بفيديوهات الفيديو جيمز إذا كنتم تحبونها. إلى اللقاء في فيديو آخر.